القصر، قصر المنتجات، قصر المنتجات، قصر المنتجات. بس احنا جاي ليه؟ جاي ليه؟ مش عارف، مش عارف، في حاجة انا جاي عشانها بس مش فاكر هي ايه. افتكرت افتكرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا معايز معاكم النهاردة. بنقدم منتج ممكن نقول عليه ان هو رياضي للتخسيس، ممكن نقول عليه ان هو بيعمل مساج، بيعمل تدليك، بيعمل حاجات كتيرة، يعني بيكون ليه 5 وظائف ممكن بيعملها. يلا نبدأ بقى بشرحه واحدة واحدة. ثم يكون جهاز بيعمل مساج، يعني هو جهاز مساج بيعمل تدليك في المناطق اللي بيكون فيها تجمع دهون زي البطن والأرداف والكتفين، أي مكان موجود في الجسم أنا عاوز إن أنا أخسسه، إن أنا عايز أعمل له مساج، إن أنا عايز أعمل له تدليك، ممكن بستخدمه فيه. لو عايز أعمل إزالة الدهون مثلا بيزيلها عن طريق الذبذبات وهكذا. ريلاكس تون بيدور 360 درجة علشان يصدر 2500 ذبذبة في الدقيقة. دي يعني طريقة ذبذبة كبيرة، يعني ذبذبات كتيرة جدا، 2500 دي حاجة مهولة ان هو يصدرها في الدقيقة. بس بيكون معاه 6 مستويات بقى، ده السبب ان يكون معاه 6 مستويات علشان اختار يعني المستوى اللي يناسبني. واحد يختار مستوى اعلى، واحد يختار مستوى اقل، فكل واحد بيختار المستوى اللي هو يناسبه، راجل ست، كل واحد بيستخدم المستوى اللي هو يناسبه. نتكلم بقى عن مكونات ريلاكس تون بالتفصيل. اولا هو بيكون فيه زي ما قلنا كده، بيكون فيه 5 قطع. القطعة الاولى دي بنستخدمها لتدليك الظهر والرقبة. القطعة التانية دي بيكون مواجهة، بنستخدمها علشان نخلص الجسم من الدهون الزايدة ونعمل البشرة برضو كمان، يعني ممكن تنعيم البشرة من خلال القطعة المواجهة دي. القطعة التالتة بيكون فيها 5 رؤوس دوارة، دي علشان تدلك الجسم بالكامل، وممكن كمان نحط كريم واحنا بندلك الجسم. القطعة الرابعة دي قطعة من القماش كده زي ما احنا شايفين، دي بنحطها على 3 قطع اللي فاتوا علشان التدليك يكون انعم وفرق اكبر. القطعة الخامسة والاخيرة دي بنستخدمها لازالة خشونة الكعبين. دول ال5 قطع اللي بيكونوا موجودين في ريلاكس تون. وفي النهاية بقول ان سعر المنتج موجود في الوصف تحت، موجود في الرابط في صفحة الفيسبوك، بتدخل عليها وبتعرف السعر، وبتعرف كمان اللي بيكون عليها هدية. الريلاكس تون بيكون معها هدية. اللي حابب يسأل عن حاجة مش واضحة في الشرح ممكن يسيبها في تعليق تحت الفيديو. كمان لو حابب تطلب الاوردر بتشرفنا بالاتصال على 011-24-24-3700 او 010-24-119-119، ولو خارج مصر بيكون 002-011-24-24-3700. ونشوفكم ان شاء الله في المرة الجاية. القصر، قصر المنتجات، قصر المنتجات، قصر المنتجات.